مواليه مشاهدينا الكرام الى جوله في اخبار الصحف المحليه والعربيه والعالميه الصادره لهذا اليوم، فتابعوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدا من الصحف المحليه العراقيه. في البدايه من صحيفه المدى العراقيه، ونقرا من المدى العراقيه العناوين التاليه: البرلمان يقدم 35 تعديلا على الموازنة والحكومة تعتذر عن قبولها، العبادي ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها، وإيران تعيد فتح معبر مع كردستان. إذن حول فتح المعبر مع كردستان من قبل إيران، أكدت قنصلية إيران في أربيل أمس إعادة فتح معبر باشماخ الحدودي مع إقليم كردستان، وجاء التأكيد بعد أيام من تداول خبر عودة المنفذ للعمل بعد نحو شهر من الإغلاق. وقال بيان للقنصلية الإيرانية اطلعت عليه المدى أمس إن معبر باشماخ الحدودي مع إقليم كردستان قد تمت إعادة افتتاحه أمام الحركة التجارية والمسافرين. وأشارت القنصلية إلى أن فتح المعبر أمام الحركة التجارية والمسافرين بين الجانبين يعود بالمنفعة على الجانبين، مؤكدة أن المعبر سيعمل على مدار اليوم أمام التبادل التجاري. ولفتت القنصلية إلى أن العراقيين الذين يمتلكون تأشيرات الدخول يستطيعون حاليا عبر معبر برويس خان وبشماخ أن يدخلوا إلى الأراضي الإيرانية. نتابع أيضا في صحيفة المدى العراقية: القضاء الأمريكي يدافع عن داعشي اعتقله في العراق. إذن أمرت قاضية فيدرالية أمريكية وزارة الدفاع بالسماح فورا لمقاتل في داعش يحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية بتوكيل محام، علما بأنه معتقل في العراق منذ أكثر من 3 أشهر. ونظرت القاضية ثانية تانيا شتوكان في شكوى تقدمت بها جمعية ACLU للدفاع عن الحقوق المدنية في تشرين الأول، بعدما تبلغت أن مواطنا أمريكيا ولد من أبوين سعوديين يقاتل مع المسلحين اعتقلته قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن في 12 أيلول وسلمته للجيش الأمريكي. هذا ولم يكشف أو لم يكشف اسم المعتقل، وتمكن الصليب الأحمر فقط من لقائه مرتين في 29 أيلول و23 تشرين الأول، ويعتبره البنتاغون مقاتلا عدوا، وهي تسمية أطلقت خلال الحروب الأمريكية في أفغانستان والعراق على مئات اعتقلوا وأرسلوا خصوصا إلى قاعدة غوانتانامو بمعزل عن النظام القضائي الأمريكي. وطلبت الجمعية أن تلتقي المعتقل لتقترح عليه تمثيله، لكن السلطات العسكرية رفضت بحجة أن محامي الجمعية لم يلتقوا السجين البتة ويجهلون ما إذا كان يرغب في أن يمثلوه. وقالت القاضية في قرار صدر السبت إن موقف وزارة الدفاع غير صادق في أفضل الأحوال، كون الوزارة هي العائق الوحيد الذي يمنع ACLU من لقاء المعتقل والتحدث إليه. ذكر الصحيفة نيويورك تايمز أن إدارة دونالد ترامب كانت تعتزم إرساله إلى السعودية التي يحمل أيضا جنسيتها كونه ولد من أبوين سعوديين في الولايات المتحدة. أضافت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يتمكن من جمع أدلة كافية لتوجيه اتهام إلى المعتقل الذي يبدو أنه كان في الصفوف الدنيا داخل التنظيم المتطرف. أما الآن مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم للمطالعة في صحيفة عراقية أخرى. انتقلتنا الآن إلى صحيفة الزمان العراقية، ونقرأ من الزمان العراقية العناوين التالية: المنتسبون يطالبون بغداد بصرف رواتبهم، ومدير جوازات سليمانية لصحيفة الزمان لم يتسلم ردا مقنعا، والتعليمات الجديدة تعوق العمل. قوى سياسية تتجه لتشكيل جبهة ضاغطة على حكومة الإقليم، والمالية النيابية تقول السماح لمصرف أربيل بشراء العملة مخالفة قانونية. إذن نطلع حول هذا الخبر من المالية النيابية، حيث قالت اللجنة المالية النيابية إن سماح البنك المركزي لمصرف أربيل بدخول نافذة بيع العملة يترتب عليه إجراءات قانونية بسبب حظر تلك المصارف من المشاركة، فيما أعلن البنك عن حرمان 3 شركات تجارية من عملية شراء الدولار لعدم امتثالهم للتعليمات الصادرة.
واستغرب رئيس اللجنة محمد تميم في بيان أمس من إجراء البنك وإدخال المصرف ضمن قائمة أسماء المشاركين في مزايداته بعد أن تم حظر مشاركة مصارف إقليم كردستان بالدخول في تلك المزادات نظرا لصعوبة مراقبة حركة الأموال بعد إجراء الاستفتاء، مشيرا إلى أن البرلمان كان قد صوت على قرار منع مشاركة مصارف الإقليم بمزاد البنك، مبيناً أن مشكلة بغداد مع كردستان بشأن قضية الاستفتاء وكذلك قضية مراقبة حركة الأموال ما زالت قائمة. هذا ولم يتم التوصل إلى حلول لإنهاء نتائج ذلك الذي منعت بموجبه مشاركة أو منعت بموجبه مشاركة مصارف الإقليم بمزاد العملة، داعياً محافظ البنك علي العلاق إلى الالتزام بالقرارات وعدم السماح لتلك المصارف من الخوض في المزادات، مشدداً على تطبيق الشق الثاني من القرار بمنع البنوك الأخرى التي لديها فروع في كردستان من الاشتراك في نافذة بيع العملة. وقرر البنك حرمان ثلاثة شركات أو ثلاث شركات تجارية من دخول النافذة مدة 6 أشهر لمخالفتها التعليمات. وقال البنك في بيان أمس إنه بناء على مقتضيات العمل الرقابي ومن أجل تحقيق الامتثال الكامل للتعليمات تقرر حرمان تلك الشركات من الدخول لنافذة بيع وشراء العملة مدة 6 أشهر، مبينا أن الشركات هي العمارة للتجارة العامة والوكالات التجارية المحدودة وروعة النصر للتجارة المحدودة وكذلك ضوء الأجيال للتجارة العامة. أيضا نطالع مشاهدينا في صحيفة الزمان في عنوان آخر منها: فتح طريق بين حديثة وبيجي بعد إغلاق دام 3 سنوات. إذن بعد إغلاق دام 3 سنوات نطالع في الزمان هذا الخبر، حيث تمكنت القوات العراقية من صد اعتداء لتنظيم داعش في جبال حمرين. ذكر بيان أن قوات اللواء 88 دمرت عجلتين محملتين بالأسلحة والأعتدة لداعش في جبال حمرين. وأشار أيضا إلى أن القوات تمكنت أيضا من قتل عناصر التنظيم الذين كانوا يستقلون العجلات. وقال قائم مقام قضاء حديثة بمحافظة الأنبار مبروك الجغافي في تصريح أمس إن القوات الأمنية أعادت افتتاح طريق بيجي حديثة بعد إغلاق دام نحو 3 أعوام نتيجة سيطرة العصابات على الطريق الذي يعد من أهم الطرق الاستراتيجية الذي يربط محافظة صلاح الدين بمدن محافظة الأنبار. وأضاف أن إعادة افتتاح الطريق جاءت على خلفية الاستقرار الأمني على الطريق المذكور الذي كان يعد من الطرق الخطرة، إلا أن قيام القوات الأمنية بتطهير الطريق من الخلايا النائمة وخطر الأجسام المفخخة أعاد الأمن والأمان على طول الطريق الذي يبلغ طوله 150 كيلومترا. وأوضح الجغيفي أن إعادة افتتاح الطريق سيساهم في عملية دخول البضائع والسلع، مبينا أيضا أن إعادة أو جهود إعادة افتتاح الطرق الرئيسية ضمن خطة أعدتها القيادات الأمنية بعد إعلان النصر النهائي على عصابات داعش. أما الآن مشاهدينا نطالع معكم في صحيفة أخرى، نقرأ من صحيفة الصباح العراقية الرسمية. إذن في صحيفة الصباح العراقية الرسمية نقرأ منها العناوين التالية: العبادي نهيئ الأجواء لمشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة، والأعرجية توعدوا بمحاسبة المعتدين على الملاكات الطبية، والعراق والأردن يبحثان تعزيز التعاون الأمني. إذن حول بحث العراق والأردن لتعزيز التعاون الأمني، حيث بحث وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي مع وفد عسكري أردني رفيع المستوى سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين من أجل القضاء على الإرهاب. وأفاد بيان للوزارة تلقته الصباح بأن وزير الدفاع استقبل في مكتبه وفدا عسكريا أردنيا رفيع المستوى برئاسة رئيس هيئة العمليات والتدريب في الجيش الأردني، مشيرا إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين لا سيما في الجانب الأمني وزيادة التنسيق وتبادل المعلومات من أجل القضاء على جذور الإرهاب. وأضاف البيان أن الوفد قدم التهاني والتبريكات إلى الوزارة بالانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا الأمنية على عصابات داعش الإرهابي، مشيدا ببطولة وشجاعة الجيش في المعارك التي تمكن من خلالها من تطهير جميع الأراضي العراقية من دنس الإرهاب. نطالع أيضا في صحيفة الصباح مشاهدينا الكرام، وفي عنوان آخر جاء في الصباح الرسمية العراقية في خبر رياضي: المنتخب الوطني العراقي يضع قدما في نصف نهائي خليج 23.
إذا وضع منتخبنا الوطني لكرة القدم قدما في نهائي خليجي ثلاثة أو في نصف نهائي خليجي 23 بعد فوزه أمس على قطر بهدفين مقابل هدف لحساب المجموعة الثانية. إذا سجل هدفي الفوز اللاعبان علي فائز من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول، فيما أحرز البديل علي حصني هدف الفوز في الدقيقة 65. سجل هدف قطر الوحيد المعز علي عبد الله في الدقيقة 17. بهذه النتيجة يكون منتخبنا قد حقق 3 نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط. في اللقاء الآخر في المجموعة ذاتها حقق منتخب البحرين فوزا صعبا على اليمن بهدف وحيد جاء عن طريق ركلة جزاء، وبعد انتهاء لقاءات الجولة الثانية أصبح الوطني في الصدارة ب4 نقاط وبفارق الأهداف عن البحرين الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، وحل قطر في الترتيب الثالث ب3 نقاط، فيما يقبع اليمن في المركز الأخير من دون نقاط. نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا بعنوان سوتشي نهاية مسارات وبداية أخرى، نتابع وإياكم ما جاء في المقال. لم تنتهي الحرب السورية بعد، لكن موسكو مصرة على إنهاء الفصل الأول منها، على الأرجح منتصرة، وهو انتصار يعول عليه شخصيا سيد الكريملين كورقة يستثمرها في الداخل ضد معارضيه رغم قتلهم، وخارجيا في مواجهة خصومه التقليديين رغم تراجعهم. لذلك عملت آلة الحرب الروسية بكل طاقتها منذ سنتين من أجل تفصيل الانتصار وفقا للمقاسات التي حددها القيصر، آخذين بعين الاعتبار أثناء القيام بواجبهم الاستراتيجي أن مقاسات الحل في مجلس الأمن وجولات جنيف وحتى أستانا لم تعد تليق بالهيبة الروسية. لذلك بات المطلوب استسلام جميع الأطراف المحليين والإقليميين والدوليين وحتى واشنطن للإرادة الروسية التي تريد أن تفرض بالقوة نظام الأسد على الشعب السوري. من سوتشي يريد الرئيس فلاديمير بوتين إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ليس إلى ما قبل 18 من آذار 2011، بل إلى ما قبل الثورة البرتقالية في أوكرانيا والبنفسجية في جورجيا والخضراء في إيران والأرز في لبنان. بالنسبة له فإن ما يطالب بإسقاط النظام في كييف وتبليسي وطهران والقاهرة وتونس وليبيا ودمشق سيطالب مستقبلا بإسقاطه في باكو ويربفان وتاشقند وعشق آباد ودوشنبة وأستانا ومينسك وموسكو. فقد عملت موسكو دون مواربة منذ قرارها التدخل السياسي بداية في سوريا على حماية الأسد ونظامه في المحافل الدولية، وتعمدت فعل أي شيء في سبيل ذلك، فعارضت التحقيقات بخصوص الإبادات الجماعية بالسلاح الكيميائي، ونجحت في تمرير رسالة مفادها أن إسقاط الأنظمة بالقوة خط أحمر لم يعد مسموحاً تجاوزه لأي كان، وإنما جرى في العراق وليبيا لم يعد ممكناً تكراره. فمن سوريا أعلن فلاديمير بوتين إعادة الاعتبار للمفاهيم السوفيو-روسية في فرض الاستقرار الدولي وحماية المصالح القومية للدول الروسية. من سوتشي يريد فلاديمير بوتين التأكيد على أن المقيم في قصر المهاجرين لم يزل رئيساً لسوريا وسيبقى لأمد بعيد، وبأن قتله لهذه الأعداد الهائلة وتشريده لأكثر من 9 ملايين آخرين لا يخول الداخل ولا الخارج المطالبة برحيله. يسير فلاديمير بوتين على شاطئ سوتشي مستمتعاً بالقوة التي منحته هذا الحضور، مرسخاً قاعدة سياسية تقليدية بأن الإمبراطوريات بحاجة إلى التضحيات لكي تستمر، وليس إلى حسابات الربح والخسارة كما تفعل واشنطن الآن مع حلفائها قبل خصومها.
إليكم جديد مشاهدينا الكرام، وفي انتقالتنا للمطالعة ضمن الصحف العربية، في الصحف العربية انتقينا لكم صحيفة الشرق الأوسط بعددها السعودي. نطالع في الشرق الأوسط العناوين التالية: الحملة على الفساد في العراق تطال ضباطا كبار، مصر تريد مشاركة البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة، وتفاهم ثلاثي على إبعاد حلفاء واشنطن عن سوتشي. إذن حول هذا التفاهم عن إبعاد حلفاء واشنطن، حيث أسفرت الجولة الثامنة من اجتماعات أستانا أمس عن اتفاق الدول الضامنة الثلاث: روسيا وتركيا وإيران، على تحديد يومي 29 و30 من الشهر المقبل لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، واستبعاد الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردي الذراع السياسية لوحدات حماية الشعب الكردية التي يدعمها التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وقال حيدر بيك توماتوف مدير دائرة آسيا وأفريقيا في وزارة الخارجية الكازاخية على هامش أستانا 8 أمس إن مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي سيعقد يومي 29 و30 من كانون الثاني. وأعلنت الدول الضامنة عزمها عقد لقاء تحضيري لمؤتمر سوتشي يومي 19 و20 من كانون الثاني. وأكد ألكسندر لافرينتيف رئيس الوفد الروسي إلى أستانا أن مفاوضات جنيف ستستأنف في 21 من الشهر المقبل قبل انعقاد مؤتمر سوتشي. وأضاف أن أنقرة ترفض حضور أي جهة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني والديمقراطي الكرديين إلى سوتشي. بدورها قالت مصادر تركية إن المجلس الوطني الكردي الذي ليس له علاقة بأنشطة إرهابية يعتبر هو الممثل الشرعي لأبناء المنطقة من الأكراد. من جهتها أفاد رئيس وفد المعارضة في أستانا أحمد طعمة بتلقي الوفد دعوة لحضور المؤتمر، ومهد تقدما في ملف المعتقلين لهذا الحضور. نقرأ أيضا من الصحف العربية مشاهدينا الكرام، من الصحف المصرية صحيفة الأهرام المصرية. الأهرام المصرية نقرأ منها العناوين التالية، جاء فيها: التزام مصري إثيوبي بالتعاون لتحقيق مصالح الشعبين، السودان يمنح تركيا حق إدارة جزيرة سواكن بالبحر الأحمر، والاحتلال يقمع مسيرة في رام الله. إذن حول قمع المسيرة من الاحتلال الإسرائيلي، حيث تبحث السلطة مع فرنسا والصين وروسيا إحياء عملية السلام، حيث قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مسيرة سلمية انطلقت من مدينة البيرة المتاخمة لرام الله متجهة إلى المدخل الشمالي للمدينة قرب حاجز مستوطنة بيت إبل الإسرائيلية، بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين. في غضون ذلك شنت سلطات الاحتلال حملة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بدأتها بهدم منشأتين بحجة البناء دون ترخيص، فضلا عن دعم أو دهم متاجر والاستيلاء على بضائع منها، وإزالة الكتابات الوطنية عن جدران البلدة. يأتي هذا فيما قال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن قرار غواتيمالا غير مسؤول، ومن شأنه أن يذكي أعمال العنف في المنطقة. في تونس أكد أيضا وزير شؤون الخارجية التونسي خميس الجهناوي تعليقا على تهديد الولايات المتحدة للدول التي صوتت ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس: نحن دولة لنا سيادة ولا يعاقبنا أحد. يأتي هذا فيما ذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن الجانب الفلسطيني يريد تعديل مسار عملية السلام مع إسرائيل، وليس الانسحاب منها على إثر الإعلان الأمريكي الأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن القيادة الفلسطينية طالبت رسميا من كل من فرنسا وروسيا والصين إيجاد آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام. في انتقالتنا للقراءة ضمن الصحف العالمية نقرأ في صحيفة وول ستريت جورنال، حيث وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل صفقة حرية الوليد بن طلال البالغة 6 مليارات دولار.
إذا كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على ملف توقيفات الأمراء السعوديين بتهم الفساد أن السلطات في الرياض تطالب الأمير الوليد بن طلال بدفع مبلغ 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه، الأمر الذي يضع واحدا من أغنى رجال العالم وامبراطوريته الاقتصادية في دائرة الخطر. أشارت مصادر للصحيفة إلى أن الوليد بن طلال يرى أن قبوله التسوية ودفع المبلغ سيعد اعترافا منه بالذنب، وبالتالي فإن ذلك قد يؤدي إلى تفكك امبراطوريته المالية التي بناها خلال 25 عاما. هذا وتقدر ثروة بن طلال بنحو 18.7 مليار دولار بحسب مجلة فوربس، مما يجعله أغنى رجل في الشرق الأوسط. هذا ونقلت الول ستريت جورنال عن مسؤول سعودي كبير أن الوليد يواجه اتهامات غسيل الأموال والرشوة والابتزاز من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وترى الصحيفة أن مكانة الوليد البارزة قد ساعدت بشكل كبير على تأليب ولي العهد محمد بن سلمان ضده، بحيث كان يقوم بإبرام صفقات ضخمة كان يفترض أن يتولاها ابن سلمان عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي. يذكر أن الوليد كان من المتحمسين لخطط ولي العهد الاقتصادية، خصوصا تلك المتعلقة بانفتاح المملكة على الفنون، إذ كان ينوي ابن طلال توقيع اتفاقية تجارية مع شركة فيفاندي الفرنسية التي تعنى بالفنون ودور عرض السينما، وقد أجرى اتصالات لهذا الغرض مع رئيس مجلس إدارتها فينسان بولوري، إلا أن كل الاتصالات توقفت منذ اعتقاله في الرياض. بعد 16 شهرا من النفي الحكومي، طائرة فاخرة تصل إلى مصر. نترككم الآن لمتابعة التفاصيل عبر فيديو اليوم. مشاهدينا، ما لا نتابع ما أوردته الصحافة في زاوية الكاريكاتير.
تنسيني.